الحكومة قررت تشكيل لجنة في كل محافظة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية. القرار ده تم إعلانه امبارح في اجتماع لرئيس الوزراء مع وزير الزراعة لمناقشة عدد من الملفات الهامة، على سبيل المثال منظومة الغذاء المصري كيفية تكويدها، وده طبعا لطمأنة بعض الدول اللي ترغب في الاستيراد من مصر. عشان نعرف أكتر تفاصيل هذه القرارات معنا على التليفون دكتور محمد القرش، متحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على حضراتكم جميعا. اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه لو نعرف من حضرتك اهم مخرجات اجتماع دكتور مصطفى مدبولي مع السيد الوزير امس يا فندم. يعني الحقيقه احنا شايفين اهتمام الدوله المصريه رؤيه العين الحقيقه للجهود اللي بتبذل في مجال القطاع الزراعي، يمكن نتائج هذه الجهود بتتضح في حجم واثر قطاع الزراعه بالنسبه للاقتصاد الكلي للدوله المصريه ايضا، وده الاهم بقى هو توفير الغذاء للمواطن المصري. ويمكن ما حدث من 2014 في الدوله المصريه شفنا اثاره الايجابيه في خلال الجوائح العالميه اللي اثرت على كل دول العالم، الا ان الدوله المصريه استطاعت ان تصمد وان تقاوم مثل هذه الظروف نتيجه توفير الغذاء والجهود اللي كانت مبذوله، سواء من خلال زياده المساحه المزارعه او من خلال تعظيم انتاجيه وحده الارض ووحده الميه، وكان ده لها دور كبير واستثمارات ضخمه بالدخار الدوله المصريه. اللي حدث ان احنا طبعا متابعه الدوله المصريه وده من حرصها على تقديم افضل خدمه وافضل وتوفير الغذاء الامن للمواطن المصري، ففي متابعات دوريه الحقيقه بتقوم بها دوله رئيس مجلس الوزراء بيتابع الملفات اللي بتبقى موجوده في وزاره الزراعه بشكل كامل، والسيد الرئيس كمان بنفسه بيتابع هذه الملفات بشكل كامل وبشكل دوري. طبعا عندنا ملف في غايه الاهميه وملف شكل القصب، والحقيقه الموضوع ده موضوع مهم جدا، لان الزراعه التقليديه في القصب بتخلي انتاجيه الفلاح بتكون اقل بشكل كبير جدا من الانتاج وفقا للاساليب الحديثه اللي هي نظام الشكل. وكمان نظام الشكل ده هيساعدنا ان احنا نقدر نعظم من الانتاج، لان مش بس هيزود في حجم الانتاج انما كمان هيوفر في استخدام المستلزمات، وكمان هيساعدنا ان احنا نطبق اساليب الري الحديثه والمطوره اللي الدوله بتستهدفها. وطبعا احنا في بروتوكول كان سبق وتم توقيعه بين وزاره الزراعه ووزاره الموارد المائيه والري وايضا وزاره الماليه وبعض البنوك الوطنيه، كان الهدف من هذا البروتوكول ان يتم توفير التمويل لكل المزارعين الراغبين في تطوير اراضيهم واستخدام نظم الري الحديث بدون فايده على اقساط لمده 10 سنوات. ووزاره الماليه الحقيقه مشكوره بتقوم بتحمل الفوائد الماليه لقيمه التمويل نيابه عن الفلاح، وايضا وزاره الزراعه تقوم باعداد الدراسات الفنيه للفلاح مجانا، وكمان وزاره الموارد المائيه والري بتعمل الدراسات المائيه مجانا. فكل دي كانت خدمات بنقدمها من خلال هذا البروتوكول لخدمه الفلاح المصري، وبالتالي مزارعي القصب بنحاول ان هم يستفادوا من هذه المبادره، فده منظومه الشكل كمان هتساعدهم في هذا الامر. طيب لو هنتكلم مع حضرتك يا دكتور محمد عن اللجان اللي موجوده في المحافظات لمواجهه التعديات على الاراضي الزراعيه، عايزين نعرف برضو منك مؤشر حالات التعدي، عندنا كم حاله، ازلنا كم حاله، ومتبقي قد ايه؟ طبعا ملف التعديات ده من الملفات المهمه، لان احنا الكلام اللي انا كنت بنحكيه دلوقتي يا فندم ده ان احنا عايزين نزود من حجم الاستثمار في قطاع الزراعه، فبالتالي احنا مش هنسمح ان يكون في هدر في قطاع الزراعه. طبعا التعدي على الرقعه الزراعيه احنا مش امر سهل ابدا، لان ده احنا بنؤثر على الاقتصاد الكلي، لان القطاع الزراعي اصبح واحد من المقومات الاساسيه في الاقتصاد الكلي للدوله المصريه، ايضا هو له اثر مجتمعي، لان الرقعه الزراعيه هي بتمثل ما يؤثر في اكثر من 50% من الشعب المصري اللي هم سكان المناطق الريفيه، بيؤثروا ويتاثروا بشكل مباشر بالرقعه الزراعيه، فان احنا نعتدي على الرقعه الزراعيه ونستخدمها في استخدامات غير انتاج الزراعه، ده بيؤثر على حياه هذه الفئات من سكان المناطق الريفيه اللي الدوله بتصرف عليهم بالمناسبه اكثر من 700 مليار جنيه في مبادره حياه كريمه لتطوير المناطق الريفيه وتوفير مصادر دخل لسكان هذه المناطق، اضافه الى ان له اثر ايضا في توفير الامن الغذائي للمواطن المصري، وبالتالي كل هذه الابعاد خلت التعدي على الرقعه الزراعيه ده بيمثل تهديد للامن القومي المصري. وبالتالي كان في سبق وصدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء باعتبار التعدي على الرقعه الزراعيه جريمه تتوجب الحاله الى النيابه العسكريه، واحنا طبعا تم التجديد على كافه العاملين في حمايه الاراضي وكافه العاملين في المدريات والجمعيات الزراعيه بضروره النزول وعمل وتنفيذ متابعات دوريه وميدانيه، واعتبار حاله التعدي على الرقعه الزراعيه هو وجود المعدات اللي هتشتغل في التعدي على الرقعه الزراعيه، مش ان يبقى في مبنى او منشاه مش هو ده التعدي، التعدي ان يبقى في اصلا معده هتستخدم لبناء هذه المنشاه، ده طبعا عشان نحافظ على رقعتنا الزراعيه، لان الحقيقه ده امر خطير، واحنا يمكن في 2010 و2011
2011 شهدت الدوله المصريه تحديات بشكل كبير جدا في هذه الفتره على الرقعه الزراعيه، يمكن من بين 2014 بدات تنخفض بشكل كبير نسب التعديات، في 2018 بدا يحدث ازالات بتواجه حجم التعديات، ثم حاليا احنا بنتكلم ان احنا اي تعدي جديد بيتم رصده بيتم ازالته فورا، وكمان نسبه من التعديات القديمه بنبدا ننزلها طبعا، وفي تنسيق مع مختلف جهات الدوله في هذا الامر. طيب دكتور محمد، خليني اروح مع حضرتك لملف تاني، وهو اللقاءات مع مسؤولين سعوديين والاطلاع على منظومة تكويد الغذاء المصري، ده طبعا لفتح أسواق جديدة للتصدير. عايز أعرف من حضرتك يعني أولا تطمننا على آخر أخبار الصادرات المصرية الزراعية، وأيضا المشاورات دي وصلت لإيه يا فندم؟ يعني الحقيقه احنا شايفين الجهود الكبيره اللي بذلتها الدوله المصريه دي يمكن وفرت احتياجات المواطن المصري من كل محاصيل الخضر والفاكهه، الالبان، بيض المائده، الدواجن، الاسماك، تقريبا عندنا فيهم شبه اكتفاء ذاتي. طبعا عندنا فائض للتصدير، هذا الفائض للتصدير لابد ان نفتح له اسواق جديده. طبعا الحمد لله احنا الدوله المصريه استطاعت ان تغزو كل قارات العالم، والصادرات الزراعيه المصريه بتصل الى كل قارات العالم. دلوقتي احنا في مرحله تنويع الصادرات، ان الدوله اللي بتاخد مني محصول معين تاخد محصول واثنين وثلاثه واربعه، ويكون في دايما تنسيق في هذا الاطار. الحقيقه كمان التواصل مع مختلف الجهات الدوليه بتتطلب ان احنا نكون عندنا مرجعيه بالنسبه لشهاداتنا وجوده منتجنا. طبعا احنا عندنا وزاره الزراعه كل المعامل اللي فيها حصلت على الشهادات الدوليه، وبعض هذه المعامل اصبحت معامل مرجعيه لدول عريقه جدا ولمنظمات دوليه وعالميه عريقه جدا، زي مثلا معهد الصحه الحيوانيه اصبح معمل مرجعي لمنظمه الصحه الحيوانيه العالميه. ايضا عندنا المعمل المركزي للمتبقيات اصبح معمل مرجعي بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي، فده بيدي ثقل للشهاده المصريه. دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا بيتم التواصل بشكل مستمر مع مختلف الدول العالم، مختلف الجهات الدوليه، بنطلعهم على كل جديد بيحدث في الدوله المصريه، لان احنا عندنا تطورات كبيره وملحوظه بيشهدها القطاع الزراعي، مش بس لانتاج كم اكبر ولا لانتاج منتج افضل، انما كمان لان احنا بنطبق اقصى معايير الجوده وعندنا مواصفات قياسيه مصريه صارمه، وايضا بنشوف التحديثات العالميه اللي بتحدث في المواصفات القياسيه علشان نلتزم، ونكون كمان احنا بنطبق الاشتراطات بتاعت بعض الدول. يمكن مصداقيه الدوله المصريه في تطبيق اجراءاتها وفحوصاتها بتخلي دول العالم بتديها ثقه في اجراءات الدوله المصريه. يمكن صحيح، لسه عندنا روسيا دول العالم بتتنا تفويضات باعتماد اجراءاتها. لسه كنت بتكلم مع حضرتك عن روسيا، وانت بتتكلم عن تطبيق الاشتراطات الخاصه بالتصدير بشكل عام، فاحنا لو هنتكلم عن روسيا وافقت على تصدير الاشتراطات الخاصه بتصدير الاسماك، عايزين نعرف برضو انعكاسات القرار ده على حجم الصادرات المصريه. طبعا ده روسيا غايه الاهميه واعتماد اكثر من 12 منشاه جديده لتصدير القشريات والاسماك، ده امر في غايه الاهميه، لان احنا الحمد لله الدوله المصريه ضخت استثمارات كبيره في هذا القطاع، وبالتالي لابد من فتح اسواق جديده ليها، خصوصا ان احنا الدوله الثالثه على مستوى العالم في انتاج الاسماك المياه العذبه، والدوله الثالثه على مستوى العالم في انتاج الاسماك من المزارع، اضافه لان احنا الدوله الاولى على مستوى الشرق الاوسط وافريقيا في انتاج الاسماك، فده فرصه كبيره. والحقيقه السوق الروسي من الاسواق الكبيره، واللي احنا بينا دايما علاقات تعاون، علاقات تبادل تجاري كبيره جدا، ودايما في تنسيق مستمر بحث مع الجانب الروسي، وفي تبادل كبير في حجم البضائع، فدي فرصه كبيره لان احنا نعتمد مثل هذه المنشات. يمكن خلال العامين الماضيين كان في تنسيق مستمر مع الاتحاد الاوراسي، وطبعا نتج عن هذا التنسيق اعتماد عدد كبير من المنشات لتصدير منتجات الالبان ومنتجات الانتاج الحيواني ومنتجات الاسماك، وكمان احنا عندنا حجم كبير جدا من الصادرات الزراعيه، الموالح، الفراوله، العنب، البطاطس، عدد كبير جدا من الحصاد الزراعي بيتم تصديرها للاتحاد الاوراسي. وطبعا نتيجه هذا الاعتماد وان يبقى في عندنا منشات جديده، بيدي فرصه لكسب مزيد من الاستثمارات، لان كل ما يكون في منشات مسجله ومعتمده تقدر تصدر، ده هيفتح فرص تصدير، فرص استثماريه جديده، وتجذب مزيد من الاستثمارات في قطاعات الانتاج الزراعي عموما، اللي هو الانتاج النباتي والحيواني والداجيني والسمكي. كمان ده هيدي فرصه لاتاحه دخل افضل للفلاح والمزارع المصري، كل ما يكون في فرصه ان هو يصدر منتجه للخارج، كل ما يبقى فيه بالنسبه له هامش ربح مرضي، وبالتالي تتحسن جوده الاستثمار في قطاع الزراعه، وان شاء الله يكون لها مزيد من التنميه ومزيد من الجهود، خصوصا ان الدوله المصريه استطاعت ان تكون الاولى على مستوى العالم في تصدير عدد كبير من الحصادات الزراعيه.
طيب دكتور محمد، الحقيقة في كمان عامل مهم جدا من عوامل طبعا تطوير وتنمية قطاع الزراعة في مصر، هو المزارع أو الفلاح المصري. عايز أعرف من حضرتك أهم المزايا أو أهم الخطوات اللي تم اتخاذها ويتم كمان اتخاذها في الفترة القادمة من أجل المزارع، تحسين طبعا أحوال المزارعين والفلاحين المصريين. يعني زمان الحقيقه الجهود اللي بذلتها الدوله المصريه في الفتره الاخيره واضحه جدا، واحنا باهتمامنا بالمزارع احنا بنطور المزارع في كل مجالاته، احنا بنطور المزارع في معيشته، وشفنا مبادره الحياه الكريمه لتطوير سكان المناطق الريفيه اللي هم مزارعين مصر، والحقيقه هذه المبادره بترفع من جوده وحجم الخدمات المقدمه للفلاح والمزارع المصري، وبالتالي بتوفر له فرص للتنميه الحقيقيه، وان هو كمان يكون حجم الخدمه والحياه في المناطق الريفيه بتعادل تقريبا الحياه في المناطق الحضريه، ويكون كمان بتقدم خدمه افضل. ايضا احنا عندنا فرص كبيره احنا قمنا بيها، لان احنا بنحسن قدرات المزارع في التسويق، احنا حسنا قدراته الانتاجيه، شفنا مثلا في الانتاج الحيواني هنلاقي مشروع تحسين السلالات، هنلاقي مشروع البتلو، ده كله بيفتح فرص افضل لتوفير مصدر دخل افضل للفلاح، كمان منظومه الشتل ايضا نفس الحكايه، كل دي بتبقى ادوات بنستخدمها علشان الفلاح يقدر ينتج انتاج افضل يكون له هامش ربح افضل. كمان في نفس الوقت احنا بنشتغل علشان نحسن من عمليه التسويق، فمثلا انتاج الالبان احنا اشتغلنا بشكل كبير جدا في تحسين او زياده اعداد رؤوس المشي المملوكه لدى الفلاحين والمزارعين في الريف المصري، طبعا كان لازم نوفر مكان يسوق هذه الانتاجيه، فطبعا كنا بنقوم بانشاء مراكز تجميع الالبان يمكن اكثر من 180 مركز كان بيتم العمل على انشائهم، وان شاء الله نصل الى اكثر من 200 مركز في الوقت القريب. طبعا ده يدي فرصه لان الفلاح اللي بينتج لبن واللبن ده منتج سريع التنفس يقدر يسوقه، وبالتالي يضمن هامش ربح مرضي ليه. ايضا احنا عندنا منظومه الزراعه التعاقديه اللي احنا بنطبقها في الانتاج النباتي، وطبقنا هذه المنظومه في القمح وفي البنجر وفي القصب وفي كمان محصول المحاصيل الزيتيه زي فول الصويا وزي زهره الشمس، كل ده بنعمل عليها زراعات تعاقديه باسعار تنافسيه الحقيقه لخدمه الفلاح المصري. يمكن في لاول مره بنشوف الدوله المصريه بتحدد سعر توريد القمح قبل زراعته، وكان بزياده عن العام الماضي، ده لتشجيع المزارع المصري. كمان احنا عندنا توفير الاسمده والمستلزمات الزراعيه الحيه، جهود كبيره بتبذل بهذا الاطار ومستمرين فيها ان شاء الله. ونرجع تاني نقول ان اللي بذلته الدوله المصريه من جهود من اول 2014 احنا شغالين فيها، ولحد دلوقتي احنا مستمرين عليها، ويمكن ده كان له اثار ايجابيه. دي حقيقه يا فندم، والحقيقه المجهود واضح، وحتى يعني بالفعل شفنا ثمار هذا المجهود. مشكورك جزيل الشكر الدكتور محمد القرش، متحدث باسم وزاره الزراعه.